اهلا وسهلا بكم متابعي القناه، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من محلكم المحبوب اون كوتور لبيع وخياطه وكراء الملابس التقليديه. المحل كيف ما قلت لكم كاين في قصريه الاميرات سيدي معروف قدام اقامه المستقبل. كنا درنا لكم فيديو من عنده، كانت سيده زها بينات لكم لا نوفيل كوليكسيون، كان على اقبال زوين والحمد لله عجبت بزاف بزاف ديال المتابعات. اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو خاصه تخفيضات فيها شي حاجه غزاله وزوينه. كاين قطع خفيفه بحال هذه اللي لبسانيت انا دابا، يعني خفيفه وسبور، وكاين قطع اللي نقدروا ياك تكون ديال الشتوى، يعني تاخذها فوالا تقدر تاخذها دابا بثمن يعني البرومو وتستفد منها ان شاء الله في الشتوى. كيف ما قلت لكم القطعه الاولى هي هذه، كتجي غزاله صيفيه. ها نتوما فواحد الطريزه من هنايا ولتحت كيف ما كتشوفوا انا لابسه لو جين، كان فيها بحال الهديبات ومن اللور كتجي طويله، من اللور كتجي طويله كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي بحال قصيصره شويه من القدام. ستيل كيمونو حتى هي تقريبا، يعني كتجي بحال هكا 3/4 فوالا. حتى هي غادي تدخل، حتى هي غتكون بين جديد لباس اللي غادي يدخلوا في لابرومو ان شاء الله. غادي يكون فيديو مميز وغادي ينال الاعجاب ديالكم. انا غادي نخليكم مع الفيديو، كنتمنى ان القطع تعجبكم. برومو غزاله، بقاو معايا. فوالا انا كما تشوفوا معايا غنبدا لكم باول قطعه في البرومو غير للتذكير. هاد القطع اللي كتشوفوا معايا للامانه كيف ما قالت لي اختي نزهه، هادو مصاوبين بالماكينه، هادو ماشي ديال اليد، هادو مصاوبين بالماكينه ولكن بواحد الدقه غزاله. لوينات لا كوب حتى هي رائعه اللي كتجي مع جميع لي فورم انتما وجميع لي طايل. في الصاله اللي كتجي كيمونو ولا مخزني، يعني الكتيفات كيجيو طايحين. كيف ما قلت لكم كاين هذا الستيل اللي لابسه انا، هذوك بقاو منهم تقريبا قطعه 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 ولا فوالا، بقات منهم وحده وحده وحده. انتما يعني اللي كاع بغات مثلا تعرف خاتم القياس ديالها غير تعبر ياك، تعطيك العبار ديالها مثلا ديال هنا وتصيفطو معايا في الواتساب، تنعطيهم الطريقه كيفاش يشدوا العبار وكل شيء، يعني الناس اللي مثلا من خارج كازا. اما الناس ديال كازا راه ان شاء الله باذن الله، يعني كنتمنوا خير ان القصريه غتحل هذا الاسبوع هذا. فاللي بغاو مثلا حتى يجيو المحل ويقيسوا مرحبا بهم. هانتوما كاينه هاد الشكل هذا كيجي فيه هنايا فلوغي، هنا هاد العقاد كيجيو بالصم هانتوما، وتوب كريب ياك هذا سيدي كريب كيجي طايح واللوين غزالي. فوالا كنذكر دائما بقات قطعه كل موديل غنوريكم تقريبا غتكون بقاو فيه قطعه ولا جوج ماكسيموم. بالنسبه لي بري اثمنه هادو هما الاثمنه اللي فيهم 500 درهم 500 درهم. فوالا 500 درهم ثمن برومو البنات من المحل ديال اوغ كوتور. غير للاشاره المحل راه كيدير الخياطه العليا لا اوت كوتور، هذا هو الفرق، يعني ماشي معمل ماشي معمل، ما تبقاوش تخلطوا بين هاد الجوج. الله يرضي عليكم، راه المعمل والسيغي كيخرج لك بزاف بوحدو، والخياطه راه كضرب مجهود، يعني غير قطعه وحده واخا ديال الماكينه راه كتبني فيها مجهود كبير. فالانسان يعني يقدر المجهود ديال الناس وديال السلع اللي كتعرض. 500 درهم كيف ما قلت لكم، وبالنسبه لي طاي ستاندر. هادي طاي ستاندر طاي ستاندر. غندير لكم ثاني الشكل الثاني اللي هو هذا، شوفوا معايا كيجي تا هو غزال. هذا تا هو كخيب، ولكن داك الكخيب المجعد ياك بحال لا هذا ماشي كخيب، ماشي كخيب بلي طايح طايح، هو داير بحال ثوب الخيط غير هو ساتيني. فوالا الثوب ديال الخيط ساتيني تبارك الله، راه عندك الذوق والاختلاف في كيفاش غنقولوا في لي ماتيير، يعني جلابه ما كتشبه تقريبا الاخرى. فوالا الماتيير ديالها هانتوما هذه في ان موف، وكيف ما كتشوفوا معايا الخدمه اولا لي ديتاي كلهم كاينين هنايا. وكتجي حتى هي في صاله مخزانيه، يعني هذه تلبسها من الاس تقريبا حتى الاكس ال اولا الدوبل، حتى الدوبل اكس ال جو بونس عريضه بان فوالا. راه كتجي غزاله كيف ما كتشوفوا معايا، انا غنوريكم شويه قصيره، تلبس قصيره مع سنيدلات مع لي زيسبا بانيس. هذه لابسه انا مثلا هكا بسنيدلات ديال الطالون، كتجي غزاله هي نفس الثمن نفس الثمن 500 درهم. كاينه هذه حتى هي كتحمق، شوفوا معايا فيها هذا البيروكي هنايا هانتوما، وفيها البيرلاج والعقد. هذه حتى هي كريب هذه كريب كيف ما كتشوفوا معايا، الثوب اللي كيجي طايح، وحتى هي نفس العبارات كنظن ياك، وبقات منا غير قطعه وحده فوالا، والثمن 500 درهم. نشوفوا شكل اخر، غنحاول نزرب باش نوريكم اكبر قدر من لي من لي من لي زارتيكل. كاين ثاني هذا الشكل هذا، شوفوا معايا هذه جاتني بحال القنادره، بحال ستيل القنادره دومي مونش دومي مونش هانتوما، كتحمق بالقبيب كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما، فيها واحد
فواحد فيزاج هذا لا بحال لا لا بيروكي فوالا هانتوما شوفوا كيفاش كتجي دايره وكيجي فيها لي غيوغ بالطول الشيء اللي كيضعف ما كتبانش السيده عامره فوالا هانتوما هذه كنظن كتمشي حتى الام اس ام فوالا وكتجي دومي مونش غزاله حتى نفس الثمن لو ميم بري 500 درهم لعشاق اللون الابيض كاين هذا الشكل هذا سمحوا لينا البنات شويه الصداع في القصريه قال غير الاميرات راه شويه دابا كيديروا فيها الاصلاحات كل محل كيحاول في هاد لابيريود اللي هو سديد الاصلاحات فانا اعتذر شوفوا معايا كيفاش كتجي كلها بغوضي كلها مطروزه كنتمنى ان يكون باين لكم فوالا والغابي ديال هاد الطريزات بدي بيرلاج وكتجي بالنسبه لتحت كتجي بحال قصيره من القدام انا غنوريكم شوفوا بحال قصيره من القدام وطويله من الوسط يعني التفاصيل غزاله اللي كتميز هذه القطعه ونفس لوكي 500 درهم فوالا كاين ثاني هذا الجلي اللي به هذه حتى هي كريب هذه كتجي تري سامبل من هنايا بالعقاد انتوما وهنا كيجي فيها واحد الـ واحد الـ واحد البغودغي واحد طريزه فيها وجه انتوما فلوري غزاله وتا هي الكريب اللي كيجي طايح ومبرد هانتوما لي مونش حتى هما كيجيو بحال هكا 3 كار حتى هي غزاله وكنظن هذه تلبسها حتى الاكس ال حتى الاكس ال ونفس الثمن اللي هو 500 درهم فوالا موديل اخر هذا بحال لولا اللي قصتو بحال لولا بحال لولا شوفوا معايا تا هو غزال تا هو 3 كار تقريبا شوفوا معايا فواحد الاورانج رائع لون صيفي بامتياز هانتوما وهنايا فيه واحد لابانتور لا ماشي لابانتور هادي الطرزه الطرزه عفوا شوفوا معايا كنتمنى يكون باين لكم التفاصيل ديال الطريزه فوالا فوالا كيف ما كتشوفوا معايا نقصنا شويه الاضاءه باش يبان لكم الاضاءه شويه مجهده في المحل هذه تقريبا هي الام جو بونس هذه حتى اس ام اس ام غزاله نفس لو بري هانتوما تري تري سامبل من هنايا وفيها هاد البغودغي هنا مهم غزاله ونفس الثمن حتى هي 500 درهم دائما اللون الابيض غنوريكم فيه جوج ديال وريتكم الموديل الاول الثاني كاين الثالث فيه البوش هانتوما تقريبا نفس هذاك الشكل حتى هي كتجي قصيره من القدام شويه وطويله من اللور فيها طريزه ديال واحد لو فيزاج في الجنب فوالا وهذه بالنسبه لي لبستها هي حتى الاكس حتى ال حتى الال حتى الال ولا الاكس ال فوالا عريضه ونفس لو بري غير بالنسبه للثوب بحال لولا ياك هذا بحال الخيط الخيط ياك ديال الخيط ديال الخيط الفيبرا فوالا حيت كاين السيده شويه تبقى تقولي النوع ديال الثوب كيبغيو يعرفوا النوعيه فوالا نفس الثمن اللي هو 500 درهم وبحالها انا غنوريها لكم تقريبا نفس الخيط نفس الـ نفس الـ نفس الثوب وكل شيء غير هنايا لا بغودغي يعني الطرزه كاينه في البوش شوفوا معايا البوش كيفاش كيجي داه هانتوما شي حاجه غزاله وشي حاجه اللي مختلفه فوالا كنتمنى يكون باين لكم الالوان الصيفيه حاضره وبقوه شوفوا معايا اللون الاصفر هانتوما كتجي تاهي فيها البغودغي من هنا تي كيجيو تميمات 3 كار غادي تاهي الفيبره لا نفس الثوب لا هذا الخيط الخيط فوالا وتاهي القياسات كنظن حتى الال جو بونس حتى الال والثمن دائما 500 درهم فوالا هادو هادو نفس البري لا هادو اكثر هادو مخدومين بالبيت هادو شحال دايرين هادو زوينين حتى هما المرمى كيف ما كتشوفوا معايا يعني موديل مختلف تماما على الموديلات اللي شفنا كنذكر دائما حلقه خاصه بلي سولد هذه لا تقدر تمشي معها حتى شهر سعود 10 تبقى تلبس فيها فوالا وما كتموتش غزاله حتى هي الكحب ديال الكحب اللي كانت في الزياره فوالا ومخدومه بالايد الاولين اللي ورينا ماكينه هذوك الاولين ماكينه هادو مخدومين بالايد فوالا هذه تقريبا حتى الاكس ال حتى هي جو بونسي ال 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 حتى ال هادي شحال لو بري ديالها برومو تبقى نفس درهم هادو كيبقاو 900 درهم هادو مخدومين بالمرمى مخدومين بالايد
شوب كريم بروميير كاليتي، راه حيت الناس اللي ما كيعرفوش، مو الناس اللي كيشريو جديدات وكيخيطوا راه كيعرفوا ان التواب فيهم يعني جودات، كاين الجوده الاولى الثانيه الثالثه، يعني راه كاين كريم بزاف ديال لي كاتيجوري فوالا، وكل حاجه ثمنها. انت كتخدمي بالجوده ديال التوب ضروري خصها تكون مزيانه باش كتعطي القطعه، وصل الحاجه كتخدميها باليد كيخص كلشي يكون مزيان فوالا، يعني الا خدمتيها بالتوب عيان ما غاديش تخرج الموديل ديالك. بارك الله عليك. هادو كيبقاو ب 900 درهم البنات، جليل بات ديال المرمه ب 900 درهم للاشاره. مدام زها كتصيفطي في كازا، خارج كازا وخارج المغرب. اون جينيرال كنخلي لكم جميع الارقام ديال الواتساب، غير دوا البال الناس اللي كيبغيو يديروا كيبغيو يصيفطوا لها واتساب ديروا 07 ياك ماشي 06 الرقم ديال الواتساب، فكديروا 06 باغ ابيتود، يعني مساله اعتياده كديروا 06 وكتصيفطوا لواحد السيده اخرى وهي عيطت لمدام زها وقالت لها يمكن كاين شي لبس، فردوا البال ان الرقم ديال الواتساب 07 ماشي 06. فوالا هذه نيت كاينه في اللون الازرق، شوفوا معايا دائما المرمه، شوفوا معايا البنات كتجي غزاله تفاصيل البنات نوريكم، يعني فيها غير خدمه لو ديتاي كاين غير هنايا وما باقي كله سامبل. هادو حيت بقاو ليا وحده وحده وحده، داكشي شدرت لهم ليكيداسيون، ماشي هذا هو الثمن ديالهم نهائيا. هانتوما غير باش تغير باش تغير باش تعرفوا. كنتمنى انه يكون باين لكم نفس ديغام ولا كولور اللي كتحمقني، يعني فيها جوج القطع ولا واحد مغلق واحد مفتوح. هذا مفتوح شويه، هذا مفتوح هذا مغلق، ولكن تقريبا نفسه. شوفوا معايا غزال 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 غزال، هذا اللون تيحمق، هذا رائع. 900 درهم حتى هما كتحمق، كنظن انني غادي نلبسو لكم معايا. فوالا البنات قلت ضروري اختي نقيسها لكم، كتجي فريمون غزاله فريمون، الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان. كنذكر دائما الخياطه ديال المرمه ماشي هو الثمن ديالهم دابا، حيت بقاو تقريبا كل قطعه كيف قلت لكم بقات فيها حبه ولا جوج، فدايره لهم ثمن اللي هو زوين. دوزنا لكم القطعه ديال 500 درهم، هادو كيديروا 900 درهم، شي حاجه فريمون غزاله. بقات من بقاو لنا جوج حبات، جوج القطع اللي بقاو، جوج القطع كتجي فريمون رائعه ولا كلها كتحمق. شنو ديالها؟ ها هاد مختلفين غير هنا، مختلفين غير هنا. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره والطول ديالها، هانتوما نتمنى يكون باين ليكم. انا هنا راه لابسه زعما مع لابسه مع انجين، ولكن كتجي فريمون رائعه بزاف. الثمن 900 درهم، فكيف ما قلت لكم اللي لابسه انايا بالنسبه للمرمه كاينه هذه اللابسه اللي وريتكم، وكاينه هذه اللي كيختلفوا غير هنايا فقط. شي حاجه فريمون رائعه وغزاله، هانتوما شوفوا معايا لو ديتاي، يعني كتجي المرمه شاده من هنايا من هاد البليصه هنايا، فريمون تفاصيل رائعه وفهاد الشكل هذا. والثوب كنذكر دائما سي دو كريب، والتفاصيل شوفوا معايا شي حاجه فريمون غزاله ولا غلطه، روعه يا البنات. دابا غنتقلوا للموديلات روعه، متاكده غادي يعجبوكم حيت انا فريمون ملي لبستها هذا بانت فريمون رائعه. اللي هما لي موديل ديال الشبيكه كيجيو لتحت كيف ما كتشوفوا معايا بحال الساتان ياك، هذا ساتان دو سوا، ساتان دو سوا والدونتيل من الفوق، فريمون رائعه وفيها البيرلاج هنايا، واللوينات فيها خطيرين غزالين. كنتمنى انها تكون باينه لكم، شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي دايره، كتجي فريمون غزاله. شوفوا البنات مع العلم انني راه لابسه البنات مع الجين فريمون كتجي رائعه. هذا اخضر اخضر ملكي هذا فوالا، وفيها لوينات رائعين غنوريهم لكم. كاين هاد لاكولوغ هادي لاكولوغ نيود كتحمق انيقه بزاف بزاف، وكل بغوش مختلف، مع كل جلابه فيها بغوش مختلف، يعني بحال الزروقه ديال البغوش مختلفه. تا هو نفس الشكل، فيه ساتان دو سوا من التحت، يعني في التبطينه، والفوق كاين الدونتيل. هادي واش فيها القياسات؟ القياسات اللي كاينين تقريبا الام والال، الام والال. هادي لابسه دابا انا هادي الام، مع العلم انا كنلبس الال، انا كنلبس الال والام، جاتني اللي شفتوني لابسه في اللون الاخضر. هادي كيف ما قلت لكم كاينه لا كولور نيود، كاينه سومو غزاله حتى هي، يعني فريمون لوينات اللي هما رائعين وغزالين،
وهذه باش زوينه تجي للحضور، تجي في العيد، تجي يعني كتستعمليها وستيليا ما فوالا محدقه وغزاله. شوفوا معايا كي قلت لكم كاين النيود والصومو فوالا، كاين الكري ديالها اللون الرمادي. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، هو رائع. يلا شوفوا معايا نقرب لكم باش تشوفوا معايا التفاصيل هنايا ديال دونتيل كيفاش مخدوم، فريمون شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. فوالا كاين فيها اللون الازرق، اللوينات كلهم غزالين، والبغوش بيان سور كيتماشى مع اللون ديال الثوب. كاين فيها ياك هذه لا ميم كولور تقريبا، بارده عليها تقريبا بارده عليها شويه بحال هذه نيود مغلوط وهذه نيود مفتوح شويه. هذه كان شويه ال اكس ال، هذيك عريضه، هذه البنات راه عريضه، هذه تمشي للاكس ال. شوفوا العرض ديالها بالمقارنه مع هذه، شوفوا معايا هذه، هذه راه الاكس ال. فوالا وكاين البلو مارين ديالها حتى هو كيجي غزال كيحمق. هانتوما البنات كنتمنى الله يكون باين لكم واني نكون قربت لكم الموديلات. شوفوا معايا للتذكير القصريه، يعني كنتمنى وكنتمنى انا تقدر تحل هذا الاسبوع للناس اللي بغاو يجوا للمحل. الناس اللي ما بغاوش راه كدير ياك كديري لا ليفريزون في كازا، في كازا تديها لهم حتى لعندهم خارج كازا، كتجيبها لكم حتى لعندكم السيدات اللي بغاو شي حاجه خارج كازا، كدير لكم امانه وحتى خارج المغرب كتصيفطوا. الناس اللي برا كيصيفطوا ليا فما يبقاش فيكم الحال، كاين دابا الارسال لخارج المغرب. دابا بالنسبه لنا نعرفوا الثمن ديال هذه البرومو، الثمن ديالو كيبقاو 800 درهم، 800 درهم هذه القطعه، هذه كتبقى جوج فيها نورمالمون دو بياس، كتبقى تلبس لبسه وحده. هانتوما كنوريكم غير بالنسبه للدوبلور ديالها، هانتوما الدوبلور ديالها كيفاش كيجي داير، كتجي فريمون رائعه وانيقه وتخي سامبل، والثمن 800 درهم فقط. غنتقلوا دابا للموديل اخر، ودابا غنتقل لكم لهذا لو موديل اللي لابسه انايا ستيل كيمونو ياك الثوب، هنا في الثوب انا حمقني الثوب مزال مزال كحب حتى هو. هذا كما قلت لكم هذا بحال البغوشي، هو ماشي بغوشي فوالا، الناس اللي كيعرفوا في الثوب هذا الثوب سميتو البغوشي، مي ماشي هو، كيشبه ليه كيشبه ليه، ولكن راه غزال 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 غزال. شوفوا معايا بغيت غنوريكم ديال بحال كروكو، ديال بحال ستيل كروكو من الفوق، رائع. شوفوا الخدمه ديال اليد هنايا، شوفوا لي ديدات كيفاش مخدومين، هانتوما غزال. وعاد فيه البيرلاج من هنا، وكيجي تري سامبل. هذا كيف ما قلت لكم كيجي ستيل كيمونو، الا عقلتو في لا كوليكسيون ديال اللي صورنا في الفيديو الاول كان صاله عاديه وجبليه، هادو لا هادو كيكونوا كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو ستيل كيمونو. ها نوريكم الصاله من لا كوب من تحت، من تحت كتجي دايره، كتجي دايره هانتوما، كتجي بحال فيها الفريف بحال فيها الفريف، البورداج من تحت تسمى البورداج، البورداج فوالا. شوف كتجي فريمون رائعه يا البنات، والثوب كيحمق وثوب صيفي، ثوب ديال الصيف صيفي، وحتى البصاله هذه تتمشي لاي اي فورم فوالا. هذه دابا بالنسبه لي تلبسها من الاس، من الاس حتى الاكس ال ولا الدوبل اكس ال فوالا. هانتوما انا راه عريضه عليا، لابسها عريضه عليا، كاين هذا الشكل هذا، وكاين بيان سور يعني كيختلف تقريبا غير في الطريقه غير في البيرلاج فوالا. شوفوا هنايا دابا مدخله لها الريش، عجبتني هاد لونيطاي. شوفوا معايا، شوفوا هنايا الريش كيفاش داخل كيحمق، شوفوا غزال، عجبوني عجبوني لو ديطاي. حتى هي بالنسبه لي ديدات نفس الشيء، وبقاو فيها اربعه القطع ياك تقريبا، واحد جوج ثلاثه القطع وحده الثوب ديالها مختلف فوالا، يعني ثلاثه القطع وحده ثوب مختلف. المهم غزالين غزالين غزالين، مهما شكرتهم اللي غادي تجيو يعني في الواقع ديما كنقولها كيبانوا احسن من الكاميرا. هانتوما بالنسبه للوينات كاين هادو في هاد لا كولور ياك، هاد البلوسيال هذا فوالا، وعاد كاين هذا. شوفوا معايا في الصومو هذا نفس الثوب، هاد اللي كنوريكم دابا نفس الثوب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البغودري جايه في الجنب، هادي البغودري ديال ماشي البغودري عفوا البيرلاج ديالها جاي في الوسط. شوفوا معايا
حتى هي رائعه، كولور سومون كتجي فريمون غزاله. وكاين واحد ستيل بحال ان غوز تقريبا، بحال ان غوز. شوفوا معايا كيف ما قلتي لي الثوب هنا مختلف، هذاك خيب هذاك خيب، هذا غزال، هذا حتى هو عرفتي كيجيني بحال تقدر تلبسي تقفيطين، بحال تقدري تلبسيها في الدار. ها غزاله غزاله، تجي عندك الناس ولا شي عراضه ولا هذا في الدار تقدري تستقبلي بها الناس، يعني ماشي بالضروره كتلبسيها غير في الزنقه، هذه حتى في الدار كتجي رائعه. شوفوا معايا غنوري لكم اللون، يعني ديك الخياطه اولا داك البيرلاج كيجي داير حتى على القب، ومن هاد الجهه هادي شي حاجه اللي فريمون رائعه. انا غنقرب لكم باش تشوفوا، والثوم ما كيتكملش هذا باش زوين ما كيتكملش، ما تخافيش عليه غزال. دابا غادي نجيو لي بري، شحال هادو الثمن ديالهم؟ هذا الثمن ديالهم تيبقاو 700 درهم، 700 درهم كيبقاو 700 درهم. هاد لي 4 موديل اللي وريتكم كيبقاو 700 درهم. الناس اللي كانوا كيسرعوا الاثمنه، دابا حيت خومو كيف ما قلت لكم، فغنقولوا الاثمنه وكنقولها وكنعاودها، الجوده عندها ثمن، فما تبقاش عافاكم تقارنوا لي ما بين هاد المحل ومحل اخر. نتوما عندكم دابا الاختيار ياك، حنا ما كنجرحو حتى شي واحد يقول لي جي عندنا في الزمن، حنا كنوريوكم هاد الموديلات مقياسات على اثمنه. الحاجه اللي ما قلناش لها الثمن كتقدروا تعرفوا الثمن ديالها انتوما في بلاصتكم بار ميساج بريفي، اما في الانستغرام اولا في الواتساب، يعني انت في بلاصتك في محدا كويس ديال اتاي ديالك كتصيفط ان ميساج كيوصلك لو بري، كيبقاو ب 700 درهم وشي حاجه رائعه. هنا ثاني غنوريكم واحد جليليبات اللي حتى هما دخلاتهم مدام زها في البرومو، شي حاجه روعه. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، هانتوما هذه كتبان بحال دو بياس وهي قطعه واحده فقط، هذه غير قطعه واحده ولكن كتبان دو بياس حيت دايره لا ديك مدوبله لها هنايا الثوب في القب وفي ليديده. انا غنوريكم هانتوما شوفوا معايا اليد ديالها، يعني كتقدروا تلبسوها هكا كيف ما كتقدروا تلبسوها على هذا الشكل، هذا كتجي غزاله. اللون ما عرفتش نقولش من دوغري ديال اللون لانه شوي بيبرد ولكن داخل فيه الكري بحال كري، ياك بحال داخل فيه الكري شي بينيت رائع. هنا باش نعاودو نذكرو هاد القضية ديال الثمن، شحال من معلم داخل في الجلابة هادي؟ هاديك دابا داخل فيها الخياط، الخياط فيها الطرازة، الطرازة الراندة، الراندة ثلاثة ديال المعلمين اللي داخلين فيها. قلتي لي هذا الطرز ديال بوان دو كخوا باليد، غير بالنسبة للناس اللي كيقولو يعني راه قطعة وحدة بعض المرات كيخدمو فيها من ثلاثة حتى ربعة الناس وكلهم خصهم يتخلصو. فهمتوني البنات علاش باش كتخرج لك هاد القطعة هادي؟ هانتوما شي حاجة فغيمون غزالة غزالة غزالة، فيها غير وحدة ولا شحال بقات؟ وحدة، هادي بقات بروموسيون تقريبا غير شي حويجات اللي بقاو، يعني هادي الناس راه مشات بقات فيها قطعة واحدة فقط اللي من نصيبها. بالنسبة للطاي كنظن هادي الال ستوندار تلبسها من الاس حتى الال، من الاس حتى الال قطعة فغيمون كي قلت لكم كتحمق. وبالنسبة لو بخي شحال غديري لها الثمن غتبقى في هاد الوحدة اللي بقات؟ البروموسيون هذه غادي تبقى ب 1200 1200 درهم. هانتوما 1200 درهم ولكن راه شي حاجه فريمون طوب روعه. ننتقل لكم دابا لواحد الموديل اخر حتى هو دخلته مدام زها في لابخومو، كيجي فيه هنا بحال ان بروش. شوفوا معايا رائع، هذا بحال بلو جين ياك وي، وجاني بحال الجين الثوب ديالو لولا، هو كنظن الثوب ديالو لولا كيجي فيه كيف ما كتشوفوا معايا هذاك البيرلاج من هنا. هانتوما البروش ديالو كيجي على هذا الشكل هذا فوالا. نقرب لكم مازال باش تشوفوا معايا البروش كيفاش كيجي داير، فريمون شي حاجه زوينه. وبالنسبه للخياطه شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، يعني مدخله فيها جوج ديال اللوينات ان غري وان بلو، اللون الرمادي واللون الازرق، وليديدات كيجيو مخدومين على هذا الشكل هذا غزاله. حتى هي حمقاتني ستيل ديالها، شوفوا معايا فيها افتتاحه من القدام روعه. هذه تيبقى فيها وحده وحيده اللي بقات فيها اللي من نصيبها كيف ما قلت لكم ان بلو جين، وهي مدخله فيه لي غري هنا كيف ما كتشوفوا معايا الغري البلو البلو مارين، هاد دوك البيرلاج فهاد البلو ازور هذا. المهم اللوينات اللي هما رائعين كيتمشوا مع بعضياتهم، كنظن حتى هي كتبقى ستوندار كتلبسها تقريبا من الاس حتى ال ال حتى ال ال. والثمن ديالها شحال كتبقى؟ هذه كتبقى 800 درهم 800 درهم كتبقى بالثمن ديال 800 درهم.
فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، هنا غندير لكم بواحد لا ليكيداسيون دايراها مدام زهاف بزاف ديال لي زارتيكل ياك مخلطين، كاين فراشات، كاين لي كومبين، كاين قفيطنات، فوالا غير هادو نعاود نذكر هادو ما غنقولوش لهم الثمن ديالهم، علاش؟ سور ميساج بريفي، فوالا ميساج بريفي في الواتساب ولا في الانستغرام، ورا مدام زهاف شهادات الناس كلشي جاوباتو، اي واحد كيصيفط لها ميساج كيجاوب، يعني كتجاوب. ها نتوما فراشات، علاش؟ حيت هذا كيبقى الثمن ديالهم نيغوسيابل. غادي غادي ديروا غادي تفاهموا معاه ان شاء الله ما يكون خاطركم، غادي لكم اثمنه زوينه. شوفوا معايا الفراشه، بغيت نوريكم العرض ديالها، شوفوا شحال عريضه. ها نتوما نتمنى يكون باين لكم، كتجي فريمون العرض والطول، هذا ستوندار في الغالي، ستوندار ستوندار اللي كتلبسهم هادو من الاس حتى للدوبل اكس ال ولا 3 اكس ال، كتجي فريمون عريضه وكتجي هابطه ديال الحضور حتى هي. شوفوا معايا كيفاش كتجي من اللور، غزاله وفيها لوينات، هذه فيها لي كولا وحده اللي بقات رائعه هذه. واللي بغات تعرف الثمن ديالها تدخل عند مدام زهاب بريفي في الواتساب ولا في الانستغرام، هادشي كله نخلي لكم في صندوق الوصف، فوالا وتعرفوا الثمن وانت في بلاصتك يجيك لو بري ديالك حتى لعندك. بغيت نوريكم هذه، غادي نوريكم داكشي مخلط، غنوريكم هنايا بحال هذه بحال ان غوب ياك، قفيطين غوب غوب، هذه صارت تقريبا بحال ديال وجابه. شوف كتحمق، شوفوا معايا البلوغ كيفاش داير، لا كاليتي ما نذكروش عليها، كنحط عليه يدي بحال الحرير، ماشي داك البلوغ كسوى هذا فوالا، داكشي علاش فوالا هي هادي، حيت كاين واحد البلوغ كتقدر تحط عليه يديك حرش واقف، هذا لا كيجي طايح، كيجي كله مخدوم الخدمه عنده هنا من الفوق من اللور، شوفوا معايا الخدمه دايزه لهذا الشكل هذا، هنا كيجي سامبل. هذا تقدر مثلا السيده ديري الحزام تقدر تخليه بلا حزام، لا هو بالحزام عنده، بالحزام ديالو، انا غنوريكم البنات الحزام ديالو، كيجي رائع يا البنات. ها نتوما السيده اللي كانت قالت لي راه بغات شي حاجه ديال العروسه وبغات، راه المحل كيدير كل شيء، غير الاشاره من بعد ياك خدامه حتى في الحويجات ديال 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 الكرا، اييه فوالا ديال لوكاسيون، لوكاسيون اللي بغا لوكاسيون فوالا، كاينين كاين 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 يعني اللوكاسيون. والسيده ثاني كتسولني واش ممكن تجيب ليها الثوب وتخيط ليا، حتى هي لي تجيبي لها الثوب الموديل اللي عجبك تخيطوا لي، واخا تجيبي من شي مجله ومن اي حاجه كتصاوب لك خوه. ها نتوما البنات هذه هي كيف ما كتشوفوا معايا الحزام ديالها، كنذكر دائما هادو ما غنقولوش لهم لي بري، انا اصريت انهم يبانوا معنا حنا في لا فيديو باش تاخذوا فكره اكثر على المحل، لان جوني تساؤلات كثيره في الفيديو اللي فات، باش تشوفوا اشنو كاين واي حاجه عجبتكم هادو كلهم دخلوا في ليكيداسيون، غتوصلكم الثمن ديالها بميساج بريفي. دائما هادي غوب ياك حتى هي بحال كومبين تقريبا، شوفوا معايا روعه روعه روعه، كنتمنى ان يكون باين لكم من التحت، غزاله كتحمق، شوفوا معايا غير الحطه ديال لي بيرل كيفاش محطوطين كتحمق، كنتمنى يكون باين لكم وتكونوا شفتوا لي ديتاي من التحت. هانتوما شوفوا معايا باش نقرب لكم هنا البيرلاج كيفاش محطوط، والتناسق ديال الالوان، وتوب اللي هو غزال، اش ما عرفتش شنو سميته، تشوب خفيف وفيه بزاف ديال الالوان نورمالمون داخلين فيه، وكيفاش قدرتي تخرجي هذا البيرلاج بحال هكا بحال هكا باش يجي روعه روعه. هما هادو تيمشيو كلهم في التوب ديال الليكرا، غير هي فيها بزاف الالوان، فيها بيان سور كاينه اللي سامبل لون واحد، لون واحد اللي كتكون هكا ملونه. هانتوما غير بغيت نقرب لكم باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي دايره غزاله، فوالا هادي بقات غير وحده، كلشي تقريبا وحده وحده اللي بقات، ثمن بار ميساج بريفي. وبالنسبه للور سمحوا لي البنات ما وريتكم، شوفوا معايا من اللور كيفاش كتجي دايره، حتى هي فيها كتجي فيها هاد البيرلاج من اللور، المهم قطعه روعه، حتى هي كتمشي معاها منظمه في الدوغي، في الدوغي راه تجي غزاله، حيت كاين السيدات اللي مثلا ما كتبغيش تلبس قفطان، هذا قفطان غوب، هذاك اللبسه ديالو خفيف زوين ومختلف، كلشي غيسولك ملي خديتي هذا رائعه. ثاني شوفوا معايا البنات الحماق، الحماق كتجي الصايه ديالها ضغوط، هانتوما هذه كلوش الاولى اللي شفنا كلوش، هذه كتجي ضغوط البنات، كتجي كتحمق حتى هي في هذا الحزام ديالها ياك، حتى هي الحزام ديالها. غنقرب لكم بالنسبه للبيرلاج اللي فيها كيفاش كيجي داير، هانتوما غزاله، والاثمنه ان شاء الله راه نيغوسيابل، يعني غادي تفاهموا معاه في الثمن. شوفوا معايا من اللور كيفاش كتجي دايره، يعني شي حاجه غزاله، انا كنوريكم المحل اللي ان شاء الله ملي غادي تجيو غادي تولفوه وما غاديش تندموا انكم تعاملتوا معاه، فوالا يعني انت كتقومي مثلا سيده بغات تصور داكشي ديال العروسه كامل تقدري تكلفي ليها هادي، فوالا كتجهز لي كلشي من ا حتى لزد، يعني العريسات وراه كتصيفط لجميع المدن، يعني واخا تكوني عروسه في مدينه اخرى
فكتبقاي تواصلي معاها هي غير باغ واتساب اولا جيتو مثلا لكازا اولا ما كتخافوش يعني هي تبارك الله العبارات والطريقه ديال كيفاش كتفصل وهذا يعني تبارك الله عليها. هنا ثاني بحال اون غوب حتى هي ستيل كومبين، كاين لي كومبين اللي كيجيو بالسراول هادو كيجيو بحال بالصايط فوالا. هذه كتجيب المجدول ديالها هانتوما البنات غزاله، شوفوا معايا هنا البيرلاج اللي دايرين يديرها فيها. كنتمنى ان يكون باين لكم، كنحاول ما امكن انني نشد لكم التفاصيل. فريمون زوينه بزاف بزاف ومختلفه. هذا الظهر ديالها فوالا. اللي عجبتها شي حاجه البنات صور الشاشه دير لها كابتشور ديكرون وتصيفطها لمدام زها با واتساب اولا با ميساج بريفي في الانستغرام اللي غنخلي لكم صندوق الوصف، ويوصلها الثمن حتى لعندها. شوفوا معايا ثاني هذا الشكل هذا هانتوما السيدات اللي وصاوني على هذا الشكل، ملي تقولوا لهم ملي تقولوا ما برعتكمش. شوفوا معايا البنات رائع رائع ثاني هذا موف بارد وخدماتو بالبيرلاج في الدوغي والموف مغلوق شويه كيجي حتى هو غزال. حتى هي كتجي بالمجدول ديالها هانتوما تبارك الله الطول، وباش عجبني لاستيك تي الا بغات تهز واحد شويه كيتهز ليها يجي شاد راسو شاد راسو بال. شوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره، ما تنساوناش دائما من جيم وبارطاج، شجعونا باش نبقاو دائما نصوروا لكم في المحلات ونجيبوا لكم الجديد. يعني ما تنساونيش من جيم الى عجبكم لا فيديو فوالا. ننتقلوا دابا لهذا اللون هذا غير هو هذا سروال قندريسي. شوفوا معايا البنات انا غنوريكم، شوفوا واش باين لكم هذا سروال قندريسي حتى هو كيجي غزال لون كامل بحال لون القرفه. هانتوما شوفوا معايا البيرلاج ديالو كيفاش كيجي داير بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يلبسوا بحال ما كتجي، هو في اللبسه كيبان كثر كيبان كثر بيان سور. انا كون كان كون قدرت نلبس عليكم كون لبستو عليكم فوالا. شوفوا معايا البنات هانتوما هذا كيجي تري سامبل من اللور ما فيه حتى شي حاجه، بالقبيب عجبني هذا الستيل بالقبيب بحال هكا. يعني هذه البسه مختلفه السيدات اللي ولا البنات البنيتات انا بالنسبه لي، وحتى السيدات اللي كتبغي تلبس شي حاجه مثلا تقليديه في شي مناسبه ولكن ما تكونش شارجي بزاف وتكون مختلفه وكتعطي السين ديالها فوالا. بحال سبور تقليدي سبور تقريبا روميه روعه الكابيشو. هانتوما البنات دابا غنتقلوا لاشنو، غنتقلوا لهاد بحال التكشيطه هذه هذيك قفطان من الفوق دو بياس. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا قطعه وحده كيبان قطعه وحده ولكن رائع يا البنات، حتى هو داخل في البرومو حتى هو ان شاء الله داخل في ليكيداسيون. بقات منه هذه قطعه وحده حتى هي هذاك كاين في الدوغي وفي البلو في الدوغي وفي البلو. هاو البلو ديالو ها هو اللور انا غنوريه لكم روعه. وملي كتعملي الحزام ديالو ثاني شكل اخر اللي كديري الشواب بيرلاج هانتوما التحت ديالو اشنو فيه فيه هنا هذا هذا الساتان ياك اللي لتحت ساتان دو سوا ساتان دو سوا والفوقاني في التول والفوقاني في التول منبته باليد هانتوما موزونه باليد منبته فيها الغابيل ديال لي دو كولور فيها الذهبي وفيها النوار. شوفوا معايا باغي باش نوريكم شحال ديال الثوب تبارك الله. شوفوا معايا غير صايب واحد راه وقيلا التول فيه شي تستبيته شي بغيت نقول لك. شوفوا تبارك الله الثوب شحال هانتوما انا غنبقى نجر وشوفوا الثوب شحال عاد التول ثاني. شوفوا معايا التول شحال ديال التول شوفوا البنات فريمون قطعه رائعه. هذه ثاني تقدر تلبسها كنظن من اس ام حتى ال ال حتى ال ال تلبسها وكتجي بيان سور بلا سانتور ديالها. كيف ما قلت لكم هذه اللبسه تبارك الله دقيق لا هذه الدوغي. ودابا غادي نوريكم البلو ديالها. شوفوا معايا البيرلاج اللي فيها من اللور يعني السيده اللي كتكون دايره ان شينيون كتبان واحد كتبان الخدمه من اللور. شوفوا معايا غزاله دائما الثمن بار ميساج بريفي اولا على على الواتساب. غنوريكم دابا الزرق ديالها. شوفوا معايا الزرق ديالها كيفاش كتجي دايره حتى هي نفس الخدمه غير لا كولور اللي مختلفه والبوز ديال البيرلاج حتى هي كتكون شويه حتى هي شويه شويه مختلفه كنظن فوالا روعه حتى هي. شوفوا شحال ديال الثوب البنات تبارك الله وحتى هي ستيل مختلف كتجي بحال بحال اون غوب بحال اون غوب روعه فوالا. هانتوما البنات من اللور كيفاش كتجي دايره حتى هي كتحمق. دابا غادي نجيو لواحد الشكل ثاني هذا ستيل برنسيس اميرات غزال. شوفوا معايا لي ديدات كيفاش كيجيو دايرين هانتوما
شوفوا معايا هنايا كيفاش كيجي داير من التحت، يعني حتى هو ساتان دو سوايات التحت، ساتان دو سوا والفوق داخل فيه لاموسلين موسلين الجوج. شوفوا معايا البيض والغوز هنايا كيجي، عرفتي كون جا غير الغوز بوحدو ما كانش غيعطي، دخلتي مع هذاك البيض خرجها خرجها. شوف وفيه بحال هاد لي بيرل هادو، هاد الحجيرات هادو، هذا الجوهر، هذا البنات الجوهر. غزالة 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 يا البنات كتحمق. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره من هنا، كتجي كلها هنايا كيف ما كتشوفوا معايا البيرلاج وهاد الوريدات هادو 3 دي، ومن اللور كتجي دايره بحال هكا. يعني هادي انا بالنسبه ليا ديال لي برينسيس، هادي في تجي في الخطبه، تعجبني في الخطبه هادي، شي بنيته هكا في الخطبه تجي هكا تحمق، وبيان سور عندها الحزام ديالها، عندها الحزام ديالها هانتوما. غزالة غزالة غزالة. هانتوما البنات، انا بغيت باش نوريكم الضمه ديالها كيفاش كتجي، ودرتيها في هاد لا كولور مغلوقه باش تخرج هذا نكتر الغابيل ديال الوريدات، ديال الوريدات كتحمق البنات. دائما باش تعرفوا الثمن ميساج بريفي في الانستغرام او لا في الواتساب. فوالا دائما في اطار لا ليكيداسيون كاين ثاني هاد القفيطين، هذا تقريبا هي كيجي نصكم نصكم. زينه بغات شي وحده بالكم توب عندي، كاينه اللي ما كتبغيش نصكم ماشي مشكل، ديريه ليكم فوالا. هانتوما اللي بغات حدا موديل، وتا هو شوفوا معايا غير التوب شحال كيجي كلوش، شوفوا شحال ديال التوب البنات. هانتوما روعه روعه، انا كيعجبوني بحال هكا اللي كتكون التوب لتحت كلوش، كتعطيك واحد الفوليوم من التحت، ماشي بحال اللي كتجي كيعطي منظر رائع، كيعطي حتى تناسق مع الجسم الفوق مع التحت كيجي غزال. شوفوا معايا حتى هي بالبيرلاج وبهاد الوريدات هادو هنايا فوالا. هذا هو تلبسو من الاس كنظن حتى حتى ال راه عريض، ومن اللور كيجي على هاد الشكل. هاد التوب ما شنو سميتو، هذا اللامي، اللامي هانتوما السيدات اللي كيعرفو في التوب هذا سميتو اللامي. هانتوما شوفوا من التحت كيفاش كيجي داير غزال، وفي داك كونتراكس ديال الالوان. فوالا دائما الثمن بار ميساج بريفي. هادي حتى هي بحال ستيل غوب كومبين ولكن بالفولور، ياك هادي الفولور. هانتوما شوفوا معايا لي ديدات كيفاش كيجيو دايرين غزالين. هادي سخيخنا شويه اللي بغات تاخدها، واه ان شاء الله دابا يا راه الشهر 10 فوالا، حيت غير تقلبوا نورمالمون ياك العراسات غادي تقلبوا غادي داروا تقدر تشتوا تاجل شويه. هانتوما يعني الا داروا في الحال بارد غيبغيو على هاد لي زارتي غادي يستاهلوا غزاله، وغتاخذوه بثمن اللي هو زوين ان شاء الله، يعني ثمن غزال ان شاء الله. والمضمه ديالها بالفيلو حتى هي بهذا اللون بهذا الكولور، انا غنوريها لكم البنات. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، انا جبت لكم السنطه ديالها باش تشوفوا السميطه كيفاش كتجي دايره، روعه 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 روعه، كتجي على هذا الشكل. هانتوما غادي نوريكم دابا لون اخر باش نوريكم من اللور. شوفوا معايا من اللور كيفاش كتجي دايره، داك الذهبي فريمون خرج خرج اللوين. هانتوما غزال. دابا غادي نوريكم هذه اللون الاحمر ديالها، الناس اللي كيبغوا لو روج، وكتجي هذه باش زوينه. شوفوا معايا كلوش، شوفوا معايا التحت ديالها كيفاش شحال كلوش. شفتوا البنات غزاله بيغلاج دائما. شوفوا معايا من اللور كيفاش كتجي دايره هانتوما، او بيان سور عندها لا سانتور ديالها اللي هي هادي اللي كتمشي معاها. اللي بغات شي حاجه البنات مرحبا والف مرحبا، تواصل مع نزهه في الرقم ديال الواتساب اولا في ميساج بخي في الانستغرام، وما تنساوناش دائما من جيم وبارطاج، جيم وبارطاج الى عجبكم لا فيديو. او غنوريكم ثاني اللي كتبغي لوينات مفتوحين، شوفوا معايا نفس هذا الشكل هذا، دائما كتجي كلوش من التحت. شوفوا معايا الثوب، شوفوا شحال كيفاش كيجي كلوش ستيل غوب، كتجي غزاله هانتوما. البيرلاج تا هو روعه، دخلت فيها حجرات اللي جوج فيهم مغلوقين باش يخرجوا لا كولور، ومن اللور كتجي على هذا الشكل. شوفوا معايا الخدمه كي دايره، وحتى هو عنده لا سانتور ديالو. شوفوا معايا البنات الخدمه ديال لا سانتور كي دايره، كنتمنى انه يكون باين لكم. انا كنقيس لكم البنات هذا لو موديل، هذا حتى هو لي موديل اللي غادي يدخلوا لا برومو. شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي داير، موديل حتى هو غزال
ديما كيعجبني انا الموديل اللي كيكون فيه لي غيور بالطول، حيت ما كيبينوش غليظه كيبينوك ضعيفه. فوالا هنايا درنا مع هاد الشوشو الشمار تقريبا فوالا من التوب ديالو، يعني بغيتي ديري بهاد الشكل فوالا هذا كيتحيد، بغيتي ديري بهاد الشكل باش كيجي شويه سبور زوينه كديري بهاد الشكل. بغيتي تخليها كوم طلوق هانتوما كتخليه مطلوق، فيه دي بيرلاج من هنايا دي موتيف بيرلي من هنا فوالا، وكيجي كله سامبل. هاد الخدمه ديالاش الخدمه باليد، اش كتسمى هذيك الخدمه بالطريسنات والزواق، الطريسنات والزواق فوالا. والجلابه تري سامبل لي حتى هي كتقدري تلبسيها مع بليغات، تلبسيها مع لي طالون، تلبسيها مع لي بوط، مشيه والذوق ديالك فوالا. حتى هي غتدخل في البرومو ياك قلتي لي غتدخل في البرومو، حنا كنقلبوا ديما كنجبدوا يعني بزاف ديال لي زارتيكل ما كانوش غيدخلوا في البرومو، ولكن دخلاتهم مادام بزاف في البرومو. اللي بغات تعرف الثمن ديالها هي بار ميساج بريفي، ميساج بريفي هانتي انا كنخلي لك الوقت باش تسكريني الموديل وتصيفطي لها في ميساج بريفي على الانستغرام او على الواتساب فوالا. وصلك الثمن حتى لعندك. دابا غادي ننتقلوا بزاف ديال الموديلات هنايا كلهم تشوفوا تبارك الله الخير كله غادي يدخل في لابخومو. كاين شكيلات اللي خفاف وكاين شكيلات اللي فريمون سخانين ولكن رائعين كيحمقوا. انتم بقاو معايا نحاولوا البنات نزرب باش ندوز اكبر عدد من لي زارتيكل وما يجيكمش الفيديو طويل وفي نفس الوقت يكون مفيد. انتما كاين هاد لو ستيل هذا، هذا بالنسبه لي صيفي يقدر تلبس في الصيف. هادي طاي صغيره، طاي صغيره كيقلب على طاي صغيره اللي ضعيفه ولا اللي عندها بنيته مثلا وبغات لها بحال هاد الموديل راه يمشي يجيها زوين. انتما البنات كيفاش كيجي داير، كيجي غزال. هذا الاس ام ماكسيموم، الاس ام دائما الثمن بار ميساج بريفي. شوفوا معايا ثاني هاد لو موديل، هذا ميني جلابه، ميني جلابه، ميني جلابه فوالا. السيدات اللي كيبغيو شي جلابات ساجدين اللي تكون مقزبه شويه فحتى هي متوفره ها نتوما، طريزه عاديه جدا يعني تبارك الله. المحل فيه جميع الاذواق، اللي كتبغي خدمه شارجي، اللي كتبغي شي حاجه سبور، اللي كتبغي شي حاجه سامبل، كلشي كاين طويل القصير كلشي تبارك الله متوفر. دائما الثمن فار ميساج بريفي. كاين هذا لو ستيل هذا، هادي غزال توب مبرد مبرد، هادي ديال هاد الوقيته وتا هي داخله في لابخومو. غادي لكم فيها ثمن زوين، غير تواصلوا مع واتساب وما غيكون غير خطر. قلت لكم تقريبا بزاف ديال الاثمنه في هاد الفيديو، هادو ما كناش مقرر انهم يدوزوا نورمالمون في لابخومو ولكن دوزناهم، يعني باقي ما دارش لهم الثمن ولكن ان شاء الله يكون ثمن زوين. غزاله 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 كيجي ستيل توب سيربون. انا غير بغيت نقرب لكم باش تشوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره، سامبل ومحيط دقه ودائما ولا غلطه، يعني التفاصيل فريمون كدير الفرق. هانتوما كاين ثاني هاد لو موديل هذا شويه بغزال، هاد شويه بغزال وانيق وتا هو ما كيديمولاش. غوتشي ياك هذا ستي بحال غوتشي كنظن، غماس هانتوما روعه 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 روعه. هذا كيبغي فولار سامبل سويك سامبل ياك تقريبا لون واحد، وكتجي لبسه كتحمق، تقدري تدخلي مع الدوغي، تقدري تدخلي لو روج، وتا هي تقريبا من الاس حتى الال هذه كنظن فوالا. والثمن بار ميساج بريفي. شوفوا معايا هاد لو موديل هذا، هذا بحال سوسدي، سوسدي هذا درتو انا غير بالبيرلاج هكا البروش والبوداج. هذا السيدات تلبسو، هذا تلبسو انا كنظن مع جين دي باردور سروال. الا كان عندها شي قميص بغات تلبسو شي مناسبه، راه الا كان عندها غير شي قميص في الغوز بارد او لا من هذا الخضيضر هذا بارد في هذا الغوز كيف ما قالت يجي زوين، يعني بحال كتشري له ما كان مخدوم انت عندك راه حتى انا كتلبسي مع اي حاجه تبارك الله. شوفوا معايا السوسدي باش تعرفوا كاين سوسدي وكاين سوسدي كيتمزق كتحس بيه كيتشرب. هذا كاليتي رائع، ديما كندكر الجوده راه عندها الثمن ديالها فريمون شي حاجه اللي هي غزال. هانتوما كما تشوفوا معايا، وهذا كنظن الاس ام تا هو اس ام، السيده اللي كتكون ضعيفه شويه. شوفوا معايا ثاني هذا لو موديل، هذا هو غزال، هذا كيحمق، هذا دو بيس دو بيس كنذكر دو بيس، فيه شبيكه داخله في الكميم، الشبكه اللي كتكون مزوقه داخله في الكم. كيجي جوج ديال القطع كيف ما قلت لكم، كيجي غزال بالمجدول ديالها، يعني بغات تخليه مطلق بغات تحزم. هانتوما روعه 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 يا البنات هذا. وشوفوا معايا الخدمه من التحت كيفاش دايره،
يعني العالم ديال اور كوتور. شنو نقول لكم؟ كيحمق غزال. وكنذكر الناس اللي كيسولوا راه لا كرياسيون ديالها، يعني التصاميم ديالك، التصاميم كيكون كتكون ديالها هي. كاين ثاني هذا لو موديل هذا بالنسبه لي حتى هو اس ام توب جيم، فوالا التوب ديال الجيم اس ام ديال الحرير، ماشي داك الجيم الواقف. هادشي اللي بغيت نقول لك، كيجي مطلق شويه طايح. هانتوما غزال حتى هو تخي سامبل، ما كتبغيش الخدمه كثيره، وهذا سامبل حتى هو. لهاد الطاي اس ام كنظن غتجيها مزيان. دائما الثمن بار ميساج بخي. هذا هو الجيم كنظن ياك، تنحسو غير الزواقه هذا مختلفه معلم. فوالا شوفوا معايا، هذا غيكون مشى بزاف حيت بانوا يبقاو فيه غير الطايات صغار. بقات فيه اس ام تقريبا. المهم الطول وطويل يا البنات، وفي جوج فتحات من القدام. هذا في لوغوز. كاين ثاني هذا هو الجيم ياك، هذا فيه غير هذا، هذا جاب بريزات، بريزات من اللور ومن القدام. انا غنوريكم بدا من القدام، بس غندير لكم هكا باش تشوفوا. شوفوا من القدام البريزات اللي فيه، فوالا. وهذا من اللور ثاني، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. نورمالمون حنا اللي كنعرفوا انك تكون طريزه من القدام، انت درتيها ستيل، فوالا. انتم هذا كنتمنى يكون باين لكم. وتا هو على الطاي كتكون دائما قديمه بالاس والام. فوالا بلا سي، غنوريكم موديلات اخرى غير بحال هكا باش ندوز لكم، حيت كاين موديلات شي شويه زوينين بغيت نوريهم لكم، ما بغيتش الفيديو يجي طويل. هانتوما شوفوا معايا البنات، كاين ثاني هاد الثوب هذا، هذا بان ليا. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، شوفوا الايد كتجي مبينه من هاد الزويقات هادو ياك، كيجي كله بحال مخرم. هذا بحال مخرم، شتي البنات كيفاش كيجي؟ المسوس، المسوس كيتسمى المسوس. شوفوا معايا كتجي فيه نجيمه، هلال، شميشه، هانتوما. وكيجي كله متيقب، كله 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 كله. هانتوما هو الطاي ديال الجيم اللي ورينا دابا، راه كلهم ديال اكسبور، ماشي ديال ماشي ديال هنا. دونك هذا راه ما غاديش، لكن غزال ما كاينش. دائما في اطار الموديلات اللي كتكون متميزه، شوفوا معايا بغيت نعرف الثوب شنو هو. هذا هو، هذا هو سي دو كريب، كريب واه. هو تيجي طايح نيت، طايح رائع، كيدير بحال الحرير، داير بحال الحرير. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير الخدمه ديال اليد، يعني الديتاي كله كاين تقريبا غير في اليد. في اليد هذا الطرز المسوس، هو هذا فوالا، هذا الطرز المسوس البنات. سانتوما عيش نهار تسمع خبار. شو السميه كان شحال هادي قديم ورجعناه، ولكن راه روعه كيجي كيحمق. هانتوما وبالنسبه لهنا كتجي ديال البرشمان، البرشمان برشمان دائما بالخدمه ديال اليد، ما عمر الخدمه ديال اليد ما كتكون بحال الخدمه ديال الماكينه. واخا كاين الناس اللي كيخدموا بالماكينه كيخدموا بحال دابا جيك اللي شفنا في الاول، خدمه رائعه. دابا كاين اللي كيبغي بحال دابا تاخذ ديال الماكينه باش كتلبسها كل نهار، ولكن هادو مره مره ديال اليد شي حاجه عاوتاني ديال شي حاجه غزاله، شي حاجه ديال النخوه الماويه كتحمق. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، هادي كنظن تلبسها حتى ال ال، حتى ال ال روعه. هذا بحال القصبي، كيسميو اللون القصبي ياك، بحال هذا اللون كيحمق. ما عرفتش باين لكم نتوما اللون في الكاميرا ولا لا، ولكن اللوين غزال. دائما الثمن باغ ميساج بريفي. انا متاكده هذا الموديل عجب بزاف ديال السيدات لانه روعه. كاين ثاني هاد لي موديل هادو، شوفوا معايا دائما هاد الثوب شنو هو، هذاك الثوب البروشي، بروشي، هذا البروشي البنات. شوفوا كيفاش كيجي داير، شوفوا الخدمه، هادي براندا فوالا. هانتوما والعقيدات صغيورين، كيعجبوني هاد لو ديتاي ديال العقيدات صغيورين. شوفوا كيفاش كيجي الراندا والعقيدات صغيورين. دائما هذا كنظن تلبسو حتى ال، من الاس حتى ال. هادشي كنوريكم كله قطعه واحده، بقات فيهم غير بياسه بياسه. كاين ثاني هذا قطعه واحده كيبان بحال جوج، كانت الثوب هو هكا فوالا، الداخل ديالو في لون والبرا في لون، فوالا في جوج كوبينات غزال غزال. وكيجي بحال واقف شويه هاد الثوب هذا، بحال ساتان دو شيز هذا، فوالا بحال ساتان دو شيز. شوفوا من اللور، انا عجبتني دخلتي فيه هاد هذيك لا ديكو باش كتجي شويه ايفونس غزال، حيت الثوب واقف لعبتي عليه. وي فوالا شوفوا معايا كتجي كتحمق الخياطه منه باش كتقاد لا فورم، كيجي غزال. والبيرلاج من هنايا، وهذا راه هو الثوب هذا كيما كنقولوا الدخلاني ديالو. فوالا ثمن دائما باغ ميساج بريفي،
شوفوا معايا تاني هذه كتحمق، هذه كتهبل كريب، كريب ديال الحريريه هكذا ولا طايح يا البنات. والزواق ديال المعلم والبيرلاج، شي حاجه لي فريمون رائعه. وكنوريكم التفاصيل وكنقرب وما كنخافش انني نقرب من التفاصيل، حيت دائما كيف ما كنقول لكم ولا غلطه ولا غلطه يا البنات. هانتوما دائما حتى هو حتى هذا الموديل دخلاتو لكم في البرومو، غيكون ان شاء الله الثمن ديالو مناسب جدا. فوالا كاين ثاني هذا الستيل، هذا كنحاول نبين جميع الاذواق. شوفوا معايا الخدمه ديالو، هو ديجا حيت هو شارجي فحاولتي ديري سامبل فوالا، وحتى ليديدات شوفوا معايا ليديدات كيفاش كيجيو دايرين غزالين. دائما كنحاول نقرب لكم التفاصيل، وحتى هو هذا كنظن اس ام، لا اس ام اس ام اس ام. فوالا اللي عجبتها شي حاجه البنات دير لها كابتور ديكرون، تصور الشاشه تسكرينيها وتصيفطها بار ميساج واتساب. كاين ثاني هذا لو موديل، هذا بلاتي هذا دو بيس، هذا جوج ديال القطع نوريها لكم قبل ما نجبدها. كاين التحتاني ديالها موسلين ياك ماشي موسلين، كريب تجي كريب داك الخفيف، كريب خفيف والفوقاني قميص والفوقاني هذاك داير بحال جنته بحال كريب، هو ماشي كريب هذا كاين كيشبه كيشبه لي بحالو تماما. المهم بحال كريب خفيف وكريب غليظ تقريبا. هانتوما ولون روع، شوفوا معايا كاين الناس اللي كيقلبوا على هذا اللون هذا براك ناشفوا ما يلقاوش لا كولور، ما عرفتش كيفاش باينه لكم، ولكن ان نيود غوزي روعه روعه اللون كيحمق. هذه دو بياس، هذه تاهي تمشي لشي عروسه تجيها كتحمق، هذه غزاله تجيها فنه. كنظن هذه تقدر تمشي حتى هذه تاهي اس ام جو بونس، اس ام وتقدر تجي ال الا ما كانت الا كانت لا فورم عندها مقاده تقدر تجي حتى ال ال. روعه جوج ديال القطع والثمن بار ميساج واتساب او ميساج بريفي في الانستغرام. دائما في اطار جوج ديال القطع، شوفوا معايا ثاني هذا لو موديل، هذا هانتوما بحال هذا البارد ديالو ياك، وهذا المغلوق ديالو شويه كيحمق. فوالا جوج ديال القطع حتى هو، هانتوما البنات انا غنوريكم القطعه التحتانيه وهذه القطعه الفوقانيه جليليبه غزاله. وهذاك القفيطين تقدر تلبسو بوحدو، الناس تقدر تلبسو بوحدو فوالا. هانتوما حتى هو الاس ام جو بونس، تقدر تمشي حتى ال ال. هانتوما البنات خويا غندوز اليوم غير بحال هكا باش نمشي لكم الموديلات الشتويه تقريبا وصلت ليهم. كاين ثاني هذا الموديل، هذا هانتوما حتى هو جوج القطع، شوفوا البنات هانتوما جوج ديال القطع والثمن بار ميساج واتساب. المهم شي حاجه اللي فريمون غزاله بزاف بزاف. كاين دابا وصلنا الموديلات، هذا مليفه مليفه كان راه كانوا صوروا عليها في التعارض، ماشي ديك المليفه العاديه لا، بانت ليا بحال شديتي الكريب هذه المليفه تجي غزاله، هي خدمت بها هذا العام طيحه طيحه بزاف، تجي طيحه وتجي زوينه بحال الكريب سخون، بحال الكريب سخون روعه روعه. شوفوا غنقرب لكم باش تشوف، شوفوا كيفاش دايره من هنا، شوفوا كيفاش دايره من هنايا، شوفوا معايا البنات الخدمه كيفاش كتجي دايره. هذا اخضر ملكي ومخدوم بالدوغي، وهنايا فيه واحد الرشمه بالدوغي، هذيك طرزه باليد طرزه هذه كلها الطرزه اللي كتشوفوا معايا مطروزه باليد مزيان. حتى هي قطعه وحده ياك اللي بقات كاين هذاك الخضر وكاين الغوص ديالها ها هي من موراها، فيها جوج القطع بقاو فيها جوج ديال القطع. وكنتمنى ان اللون يكون باين لكم مزيان. هنا الاضاءه راه واخا هكاك راه ما كتعاونناش، ولكن ملي غتجيو للمحل ان شاء الله ولا ملي غتصيفطيهم ليهم انت مصورين غيبان ليهم اللون، غيبان ليهم اللون اكثر. هادي اختها في ان غوز بحال فوشيه، هذا غوز فوشيه حتى هي كتحمق فنه، وفيها جوج افتحات من الجنب هانتوما شفتو. كنذكر دائما هاد الكريب ملي غادي حتى الا ولفوا ملي كتولف الجوده، الا ولفتيهم الجوده كريب عمرني ما لا، حيت دابا انا كيكون عندنا كنعرفوا الكريب، مي بحال هاد الكريب هذا ما عمرني ما تصادفت معاه، سي لا بروميير فوا بامانه وبصدق. كريب طايح بزاف، ماشي كريب مليفه عفوا، حيت انا بكثر ما طايحت نقول لك كريب مليفه، عمرني ما تصادفت مع هاد المليفه بحال هكا طايحه كتحمق. فوالا نمشي لكم الموديل اخر، حتى هذه مليفه حتى هي مليفه بحالها تقريبا، حتى هي طايحه غير كتجيب لي كارو
بهذا الشيء كله اللي كنوريكم البنات. هذه موديلات شتويه خريفيه شتويه ان شاء الله، غتقدروا تاخذوها دابا بثمن البرومو وتستافدوا منها العام الجاي ان شاء الله باذن الله. تاخذوها بثمن زوين دائما، ثمن بار ميساج بريفي. شوفوا معايا دائما ثاني هذا الشكل. الناس يسولوني على المليفه وطلبوها لي وانا استغربت، قلت علاش تسولوني على المليفه في هذا الوقت؟ ما كاين الناس اللي كياخذوا في هذه الوقيته تاخذ جينيبه ديال المليفه وتخليها صغيره كتحمق. هذه اس ام ماكسيموم اس ام. هذه الخدمه اشنا هي؟ هذيك الضفيره والتصيبه. ضفيره هانتوما التقيدات هذيك التصيبه غزاله، كتسمى الضفيره والتعصيبه البنات. كريب تا هو طيح اخضر ملكي، وفيها هنايا لي بغوش، جوج ديال لي بغوش هنايا، واحد الخياطه ديز ديكوراتيف. غزاله 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 غزاله. فوالا شوفوا ثاني معايا هذا لو موديل كريب. دائما كريب راه صافي هنايا حيت طيح تيجي طيح الفودان الفودان الناس ما ديروش عليه. الصراحه غزاله شي حاجه زوينه، الكاليتي مزيانه، فن تيجي مريح في اللبسه ديالو، ولكن حتى الكاليتي ديالو كتلعب دور. انا بغيت كاين اللي كيقول لك انا الدان ما تنبغيش حيت تيجي واقف. الله يرضي عليك هادشي اللي بغيت نقول لك. الدان ولكن انا ما تنخدمش داك الدان، هذا الدان تيجي طيح تيجي طيح. انا راه كنشدو تنقولها الكخيب كنسى اوتوماتيك مو تنقولها مليفه، ملي كتوصلي كتلقاي فودان. البنات شوفوا معايا بغيت نوريكم غير لي زاكسيسوار كيفاش هي ملصقاهم هنايا، تفاصيل كلشي على التفاصيل. هادي كنا اليوم بانتيغ في البوش ديالها، هادي مولات البانتيغ كيف ما قلنا ديما كنذكر جلابه وحده تيكونوا خدامين فيها جوج حتى ثلاثه ديال الناس. فيها دو بوش ولي بوش لي دو فيهم لا بانتيغ والبيرلاج. دائما كنذكر الفودا. وفيها هنايا شنو هي هادي بحال الضفره الضفيره والشويشات البنات. المهم شي حاجه اللي كتحمق، والثمن يمكن لكم تعرفوه فقط ميساج بريفي اما في الانستغرام او لا في الواتساب. دابا غنتقل لكم لواحد الموديلات انا كيعجبوني بزاف. كاين الناس اللي ما كيبغوش مثلا ستيل ديال 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 الفيزاج، ما كيبغوش مثلا فيزاج اولا كي راه كيكونوا بعض المرات بانتور فيها طبيعه، فيها وريضات لي فلور، يعني اي موديل ملي كتشوفوا بحال هكا ماشي قاعده، يعني مثلا تقدر دير لك هذا اللون بهذا الشكل ودير لك مثلا بلاصه هذا الوجه هنا، تقدر دير لك شي حاجه اللي بغيتيها انت مختلفه. هذا دائما كنذكر لا بانتور يعني الصباغه على الثوب، شي حاجه صبن ورد ما تخافوش عليها. البيرلاج دائما. وهذا الفودا الفودا دخلت جوج تلوينات ديال الفودا هانتوما اللي هو الاخضر وهذا الغوج بريك، يعني شي حاجه اللي هي غزاله. وعجبني هذه القضيه تاعته من التحت، شوفوا معايا البنات من التحت كيفاش كيجي داير، يعني كاين جوج ديال اللوينات حتى هي بقات فيها كما بقاش فيه بزاف، وحده قطعه وحده اللي بقات، والقب تيجي على هذا الشكل. عرفتي هذه مع المارون سبابات مارون سوياك، وهذا تجي كتحمق. هذه كنظن كتمشي حتى الاكس ال حتى الاكس ال هذه فودا. ودائما الثمن بار ميساج بريفي ان شاء الله اثمنه غتكون في المتناول، انا متاكده اثمنه مناسبه، مع العلم ان لا بانتور غاليه، ان الخدمه كلها ديال اليد والثوب بروميير كاليتي. فوالا غنتقل لكم دابا الموديل الثاني. شوفوا معايا هذا اللوين، هذا بحال الشويبي قصيبي لي دو، المهم دو كغي ديال اللوينات رائعين، لوينات اللي كنحيروا بعض المرات ما كنلقاهمش في بلايصات اخرين. هذه مليفه حتى هي، هذا فلانيل فلانيل فلانيل. شوفوا معايا البنات توب فلانيل دائما العقد لا بانتور او البيرلاج. غضبانه غضبانه علينا هاد السيده ولا حشمانه حشمانه غضبانه لي دو صح تمشي لي دو. المهم رائعه رائعه لا بانتور، هاد الرسمه كتحمق. وهذه حتى هي كتمشي حتى هي حتى الاكس ال، حتى الاكس ال كتمشي تري سامبل غزاله. موديل موديل يعني سخون شتوي كيحمق. هذا كيش اللي لبستيها وما غتقولش لك منين خديتيه. فوالا ننتقلوا لموديل اخر. شوفوا معايا ثاني هذا الموديل، هذه مليفه لا حتى هو فلان لا حتى هي مليفه حتى هي مليفه مليفه بالكاروات حتى هي العقيدات كيف ما كتشوفوا. هادشي اللي كنوريكم كله دابا الخياطه ديال اليد، الخياطه ديال اليد. وعاده هنا فيه لا بانتور حيت هاد الثوب هاد اللون بحال جا حزين شويه،
فهمتي لعبتي جيتي جال لتحت فوالا وشعلتيه وفرحتيه بهاد لا بانتور هادي واللوينات ديال دوك الشويشات اللي كيجيو فلاشي فريمون جا داكشي غزال جات قطعه رائعه انتما البنات فوالا دي موتيف كيحمقوا يعني ماشي شي حاجه اللي غير بحال اللي كنلقاو دابا فداك غير شي حاجه اللي لاصقه كتصبنها كتحيد لا هادي صباغه على الثوب وشي حاجه اللي هي يعني كما كنقولوا كاين الناس اللي كيصبغوا شي صباغه اللي كتكون بين وبين كاليتي عيانه مي السيده اللي قلتي اللي كتعاملي معاها كتخدم بلي برودوي شي حاجه غزاله فوالا نوريكم دابا موديل اخر دائما في الموديلات الشتويه اللي ان شاء الله غادي تاخذوهم بثمن مناسب هذا حتى هو مليفه كنظن ياك وي هذه مليفه مليفه كشمير هذه شوفوا معايا هنايا حتى دائما لا بانتور البيرلاج شوفوا معايا هذا كيعجبني هذا لو ديتاي هنايا هاد لي زاكسيسوار هادو شي حاجه كتحمق ثاني دائما شوفوا معايا لا كولور طاي كبيره هي حتى الاكس ال كنظن حتى الاكس ال دائما اللي بغيتو تعرفوا الثمن ديال اي حاجه باغ ميساج بريفي فوالا دائما في اطار الموديلات الشتويه شوفوا معايا ثاني هذا الموديل هذا فلانيل كنظن هذاك فلانيل ياك بديت كنعرف شويه كنقيس الثوب كنعرف شوفوا معايا هذا فيه الملتمه الصحراويه شوفوا كيفاش كيجي داير دائما لي زاكسيسوار شوفوا البنات وحيت هو كولور اللي كيف ما كتشوفوا معايا مغلوقه خرجتها بهاد اللوينات هادو وبالبيرلاج فنه 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 يا البنات داتا دائما الثمن كيف ما قلت لكم بار ميساج بريفي وهذه تلبساتها هي حتى ال ياك ال اولا اكس ال 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 فوالا ولا عجبكم شي موديل ديما كنقولها وعندكم الثوب مثلا نتوما تقدروا تصاوبوا لكم اولا بغيتو هي تكلف لكم بكل شيء فتقدر تصاوب لكم الموديل اللي بغيتو في اللون اللي بغيتو في القياس اللي بغيتو يا كارتيزا ان شاء الله شوفوا معايا ثاني هذا واعر هذا شوفوا هذا خصو يتجبد انا غنوري لكم نور غنوري لكم حيت اللون ماشي بحال القدام شوفوا بعدا هذه عندها واحد السميه هذه مشات لي من بعد عندها واحد السميه دي واحد الرسامه جو بونس اسبانيه عرفت عندي عندها واحد السميه مي مشات لي المهم البنات كتبوا لي في التعليق الا عرفتوها فوالا كتجي على هذا الشكل شوفوا معايا البيرلاج البنات قرب لكم اكثر من التفاصيل شوفوا معايا البيرلاج ولا بانتور شي حاجه رائعه حتى هذا الفلانيل ياك كنظن حتى هو انتوما و من اللور كيجي مختلف تماما ولكن اللي عجبني ان القب بحال كيعطي داك لو غابيل درتي القب الزرق اللور لي كارو فلو غري و لو فيغ فوالا بحال داكشي ديال سكوتلندا بحال داك التوب ديال سكوتيش ديال سكوتلندا هذا كيجي غزال شوفوا معايا معروفين هما بهاد التواب هادو بهاد الموتيف عفوا ماشي التواب هاد الموتيف هذا ديال الكارو وكتجي موديل اللي هو سبور غزال كيحمق دائما الثمن باغ ميساج بريفي شوفوا معايا هذا الموديل حتى هو هذا فودان لا الفودان بديت نعرف شويه الفودان شوفوا معايا البنات مطروز هانتوما غادي ثاني ستيل مختلف وغنرجعوا للستيل ديال البانتور دائما الثمن بار ميساج بريفي هانتوما البنات في المارون والاورانج نفس هذا لو ستيل هذا اللي وريتكم في البلو والكارو شوفوا معايا هذا بالطرز اللي ما بغاتش فيه لا بانتور هذا كيجي بالطرز هانتوما فيه جوج طريزات من التحت وطريزه اللي كتجي كيف ما كتشوفوا معايا كتجي في الطوب كنعتذر البنات كاين الاشغال دابا في الكساريه هادي حتى هي تل 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 ال لا عليك ام 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 حتى ال غزال كاين تاني هاد لو ستيل هذا قلت لكم جميع الشكيلات هذا حتى هو مليفه ياك مليفه كشمير مليفه كشمير كيجي بالبيرلاج من هنايا العقيدات و البيرلاج في جهه وحده من التحت من هنا هانتوما عجبني لو ديتاي انا غنهزو باش نوري لكم بحال هكا كيفاش كيجي داير شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي داير غنوري لكم من الفوق حتى التحت شفتوا البنات كيفاش كيجي غزال
موديلات كيف ما قلت لكم شتويه. شوفوا معي ثاني هذا الموديل، هذا واحد الثوب بحال لولان بحال الخيش. فوالا شوفوا معايا سامبل، زوقته كتحمق، هذا ما احتاجيتي ديري فيه لا طرز لا والو، مزوقه ومزوق حاجه الثوب مزوق منه فيه فوالا كيحمق. شوفوا معايا باش نقرب لكم الثوب كيفاش داير، شوفوا الثوب كيفاش داير، غنزومي باش يبان لكم الثوب كيفاش كيجي داير انتما، وشوفوا معايا كيفاش كيجي في اللبسه. هذا كنظن تلبسوا حتى الاكس ال، تلبسوا حتى الاكس ال. والطول شوفوا معايا الطول انتما البنات، شوفوا الطول ديالو تراش تبارك الله طويل. دائما الثمن باغ ميساج بريفي كيجي غزال هذا الشكل هذا. واخر موديل في الموديلات الشتويه قبل ما نوريكم واحد القميصات اللي غنختم لكم بهم، هو هذا الموديل هذا حتى هو غزيول. شوفوا معايا كيجي بالعقيدات هاد الخدمه اش كيتسمى الدفاير، الدفاير ودرناهم باللوينات باش يخرجوا اللوينات اللي كيلبسوا. شوفوا معايا التويب فيه دوك اللوينات، واللوينات اللي فيه خدمتي بهم لي ديدات انتم، وفيه هنا كيف ما كتشوفوا معايا جيب واحد بحال دابا الجيب هذا الا بغات شي وحده نقدر نديريها فيه طريزه، طريزه ولا شوشه مثلا ولا دي شوشات هكا، يعني كتبقى مثلا الا بغات شي اضافه انت كتقدري تدي فيها لها. بغات كاين اللي كيبغي سامبل، كاين اللي كتبغي تزيد فيها عاوتاني، يعني الذوق كتمشي على حسب الذوق ديال كل سيده. نتوما دائما كنذكر المحل كيدير حتى الكراء، ان شاء الله غنحاولوا من بعد نديروا شي حلقه غير توجد يعني القطع كاملين، وغنديروا فيديو فيه غير داكشي ديال الكراء، كاين حتى الاكسسوار كاين كلشي تبارك الله. ملي بغات تشكري راه المحل ديال اور كوتور كنعاود نقولها كيبيع كيخيط وكيكري. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا غنوريكم هاد القميصات هادو، فوالا غير باش تاخذوا فكره، راه كاين بزاف الاشكال، انا غير وريتكم شويه شويه من الحاجه. هذه بحال لولان هذا القميص هذا ياك تقريبا لولان، شوفوا معايا بالبيرلاج، وهذا تقريبا تلبسوا حتى من الاس لام كتقدر تلبسوا حتى الال، حتى الال تلبسوا، وطويل تبارك الله ومبرد غزال. كاين ثاني هذا لو ستيل في القميص هذا تلبسي هذا الاس غير الاس، اما سيده ضعيفه او لبنيته هانتوما، حتى هو رائع كولور فلاشي ومخدوم بالبرونز. دائما البنات ما تنساوناش من جيم وبارطاج، جيم وبارطاج الى عجبتكم لا فيديو، كنبذلوا مجهود باش نوريكم القطع، نوريكم الجديد في الموضه في الملابس التقليديه، فما تنساوناش من جيم وبارطاج. شوفوا معايا هذا في البرونز ومخدوم بحال ان برونز وفضي، وفيه البيرلاج حتى هو، هذا بالنسبه حتى هو كيمشي اس ام ماكسيموم. وكاين هذا لو ستيل هذا لولان كنظن ياك حتى هو ولا هذاك العمودي، كنسمع بزاف هذا العمودي ولكن قليل في السوق ما كاينش كثير، قليل تيجي من السعوديه ديال الخليج، هذو من اثواب الخليج هذا العمودي في الاورانج، وخدماته بالنوار ودارت فيه هذا البيرلاج هذا في النوار، جا غزال خرجوا وعطاه واحد الاناقه. شوفوا معايا حتى هو اس ام كنظن. فوالا الى عجبكم الفيديو البنات ما تنساوناش دائما من جيم وبارطاج. كنتمنى متابعي القناه ان هذا الفيديو هذا في المحل ديال اور كوتور، كنذكر دائما اللي كاين في قصريه الاميرات سيدي معروف قدام اقامه المستقبل بمدينه الدار البيضاء. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ويعجبكم القطع اللي دوزنا لكم فيه، المعلومات كلها غنخلي لكم في صندوق الوصف، الرقم ديال الاتصال، الرقم ديال الواتساب، وايضا الانستغرام، كلشي غنخلي لكم في صندوق الوصف. الى عجبكم الفيديو البنات ما تنساوناش من جيم وبارطاجيو الفيديو مع الاهل ومع الاصحاب باش كلشي يستافد، راه ما قدرناش البنات ندوزو لكم الموديلات كلها كيف ما كتشوفوا معايا، كاين بزاف ديال الموديلات، هذه حتى هي اللي لابسه انا جوج ديال القطع كيف ما كتشوفوا معايا، دونتيل والكريب من لا نوفيل كوليكسيون. غادي يكونوا ان شاء الله فيديوهات جايه كل مره نوريكم حاجه في المحل، يعني معروف بالاناقه وبالتفاصيل وبالموديلات المميزه اللي عنده. كيف ما قلت لكم البنات ما تنساوناش من جيم وبارطاج، واللي اول مره كيشوف القناه وعجباته فما تردوش انكم تابوناو من زر الاشتراك الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، ابوني اشتراك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ضروري تفركوا على توت باش يوصلوكم جميع اشعارات ديال الفيديوهات اللي كنحط عفوا. وبالنسبه للناس اللي بغاو يتبعوني على الانستغرام فادخلوا الافكار مع منى كتبوها في الانستغرام، هذا هو الانستغرام ديالي، تبعوني فيه كنحط فيه حتى هو بعض اليوميات وبعض لي زاستوس اللي ان شاء الله غتنفعكم. انا غادي نقول لكم سلامة، نتلاقاكم إن شاء الله في فيديو جديد.